الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين لا حديثنا في باب في الغيبة من كتاب الكافي الشريف الحديث الخامس حديث رواه زرارة عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام حيث يقول إن للغلام غيبة قبل أن يقوم قال قلت ولم قال يخاف وأومأ بيده إلى بطنه ثم قال يا زرارة وهو المنتظر وهو الذي يشك في ولادته منهم من يقول مات أبوه بلا خلف ومنهم من يقول حمل، ومنهم من يقول انه ولد قبل موت ابيه بسنتين. وهو المنتظر غير ان الله عز وجل يحب ان يمتحن الشيعه، فعند ذلك يرتاب المبطلون. قلت جعلت فداك ان ادركت ذلك الزمان اي شيء اعمل. قال يا زرارة إن أدركت هذا الزمان فادع بهذا الدعاء اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك اللهم عرفني نبي رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني في هذا الحديث الشريف الامام الصادق عليه الصلاه والسلام يبين مجموعه من الامور سنذكرها في هذه الحلقه والحلقه القادمه لان للحديث تتمه اولا يذكر الامام الصادق عليه الصلاه والسلام ان الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف له غيبه ومن اسباب الغيبه انه يخاف على نفسه فيغيب ليحفظها وقد ذكرنا فيما مضى ان الله سبحانه وتعالى ارسل اولياءه من انبياء واوصياء لطفا منه للعباد فارسل رسوله محمدا صلى الله عليه واله ثم اختاره الى جواره واختار لرسول الله محمدا صلى الله عليه واله اوصياء من امير المؤمنين الى الامام الحجه ابن الحسن حيث ان الدنيا دار امتحان لذلك خلق الناس مختارين بين لهم الحقائق ومهد لها لكن هم مختارون في ان يؤمنوا او يكفروا فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ايضا مخيرون في ان يختاروا الاعمال الصالحه او الاعمال الباطله ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها يعني بين لها ما هو الفجور وما هو التقوى وحيث ان للناس شهوات ويرجحون ما يستلذون به وما يشتهونه على الواقع الصعب على الحقيقه التي تخالف الشهوات ولذلك غالب الناس لم يؤمنوا بالانبياء وما اكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ومن بعد الرسول اكثر الناس خذلوا الأئمة عليهم الصلاة والسلام. بحيث آل الأمر إلى أن يقتلوا ويشردوا ويسجنوا حتى قال الإمام عليه السلام: ما منا إلا مقتول أو مسموم. وأن تبتز حقوقهم من الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام إلى الإمام العسكري ولو كان الإمام المهدي ظاهرا بين الناس لصنعوا به ما صنعوا بآبائه فالله سبحانه وتعالى أمهل الناس أكثر من مئتين وخمسين عاماً لأن الغيبة كانت في سنة 260 للهجرة، بمجرد وفاة الإمام الحسن العسكري مسمومًا، فأمهلهم أكثر من 250 سنة، فلم يرعوا، ولم يصلحوا أنفسهم. فلذلك اراد الله سبحانه وتعالى ان يحفظ وليه الامام المهدي فلذا امره بان يغيب عن الناس في الغيبه الصغرى كان اختفاء الامام بالطرق الطبيعيه كما ان الرسول صلى الله عليه واله خرج من مكه مختفيا بطريق طبيعي أنام أمير المؤمنين عليا مكانه وخرج إلى الغار واختفى في الغار ثلاثة أيام فلما خف الطلب تنكب الطريق إلى أن وصل إلى المدينة المنورة في الغيبة الصغرى الله سبحانه وتعالى أراد حفظ الإمام المهدي بالطرق الطبيعية كان مختفيا وكان يتصل به النواب الاربعه. واما في الغيبه الكبرى فالله سبحانه وتعالى شاء ان يحفظ الامام المهدي بالطرق غير الطبيعيه، كما انه حفظ عيسى عليه السلام من كيد اليهود والرومان بطريقه غير طبيعيه، لان الله سبحانه وتعالى رفع عيسى الى السماء. وعيسى الان موجود في السماء حي يرزق لكن بطريقه غيبية إعجازية. فلذا غيبة الإمام المهدي يقول الإمام الصادق من أسبابها أنه يخاف القتل. الله سبحانه وتعالى أمره بذلك. موسى عليه السلام خرج من مصر ذهب إلى مدين وبقي فيها سنوات. الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى موسى ماذا يقول؟ "ففررت منكم لما خفتكم". وهذا الخوف ليس نقصا. هذا الخوف الغريزي لحفظ النفس. الخوف الذي هو نقص، الخوف الذي يؤدي إلى الجبن. أما الخوف الذي يؤدي إلى حفظ النفس. بالطرق المشروعه العقلائيه فهذا فضيله وليست رذيله يعني امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام في حروبه كان حذرا هو شجاع ويقاتل لكن حذر الحذر يعني شنو؟ يعني يتخذ الاساليب الحربيه لحفظ نفسه ما كان متهورا لذا كان يلتفت يمنة ويسرة ومن خلفه ومن امامه التفاتا كاملا، هذا الحذر هو نوع خوف على النفس، لكن هذا فضيلة ولا ينافي الشجاعة. على كل حال فالله سبحانه وتعالى امر الامام بالغيبة حفظا له. زين الامام غاب هل غيب الى ما لا نهايه كلا المقطع الثاني يقول الامام الصادق عليه الصلاه والسلام وهو المنتظر يعني صحيح غاب لكن غائب ينتظر رجوعه مرة واحد يغيب خلص ميؤوس منه لا يرجع أبدا لكن واحد غائب ينتظر رجوعه حينما اخوة يوسف عليه السلام قالوا لابيهم ان الذئب قد اكله يعقوب سأل جبرائيل عليه السلام ان يوسف حي او ميت فاخبره جبرائيل بان يوسف عليه السلام حي يرزق فلذا يعقوب كان منتظرا للقاء يوسف ما كان ميؤوس منه لكن الانتظار صعب احيانا المقطع الثالث ان الله سبحانه وتعالى اراد ايضا اختبار الناس واختبار الشيعه بالخصوص لأن الله سبحانه وتعالى يختبر الجميع. أولاً ليظهر واقعهم وهذا البلاء، لأن البلاء من البلو، البلو بمعنى الظهور. تقول ثوب بالي. لماذا يقال له ثوب بالي؟ لأنه من كثرة الاستعمال بان الثوب الذي تحته، أو بان الجسم. ونبلو أخباركم إن يعني نظهرها تارة للظهور واقع الإنسان أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين هذا بلاء. تارة تمحيص. التمحيص شنو هو؟ واحد مؤمن باطنه هو الايمان لكن عنده ذنوب شويه زياده ونقيصه عنده. الله سبحانه وتعالى يريد ان يخلصه من هذه الزياده والنقيصه. فالتمحيص للمؤمنين واصله من الذهب يوضع في النار حتى ال الخبث والغش الذي موجود فيه ينفصل عن ذلك الذهب، والامتحان من المحنه يعني امر صعب، لا يمتحن الانسان بامر سهل، وانما يمتحن بالامور الصعبه، على كل حال الله سبحانه وتعالى امتحن الانبياء. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن نجح في الامتحان الله سبحانه وتعالى يمتحن الأولياء يمتحن المؤمنين يمتحن الفاسقين يمتحن الكفار والمنافقين أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون الله سبحانه وتعالى كما اختبر الأنبياء وأصحاب الأنبياء كذلك يختبر الشيعة أنت شيعي تدعي أنك تابع لأهل البيت عليهم الصلاة والسلام هل أنت صادق في دعواك؟ الله يمتحنك فلان يدعي انه تابع لرسول الله محمد صلى الله عليه واله، وأنه من أصحابه، وأنه ليس منافقا. الله سبحانه وتعالى يمتحنه. في غزوة أحد عبد الله بن أبي المنافق، و300 واحد من المنافقين انخزلوا، أصلا قبل الوصول إلى منطقة أحد، تركوا الرسول صلى الله عليه واله وأصحابه. ذول في البدايه سقطوا في الامتحان الذين كانوا على جبل الرومات اكثرهم سقطوا في الامتحان حينما في الجوله الاولى تغلب المسلمون على المشركين فطمعوا في المغانم وخالفوا امر الرسول مع ان رئيسهم عبد الله نبههم على ذلك وهم كانوا ملتفتون الى امر الرسول مع ذلك خالفوا والذين كانوا في المعركه حينما هجم المشركون من طريق الطريق الجبل جبل الرومات ورجع المنهزمون منهم فحاصروا المسلمين اكثرهم ايضا سقطوا في الامتحان وكان الرسول يدعوهم لكن ما كانوا يستجيبون لكلام الرسول اذ تصعدون ولا تلون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم. زين سقطوا في هذا الامتحان، الله سبحانه وتعالى عفى عنهم. لان الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ فورا. اذا الانسان سقط ثم تاب الله سبحانه وتعالى يغفر له. مرة أخرى في أواخر حياة الرسول في يوم حنين ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين مع أن الفرار من الزحف من الكبائر ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم ويوم حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فعلى كل حال كما امتحن اصحاب الرسول كذلك يمتحن الشيعه ويمتحن الجميع فالله سبحانه وتعالى اخفى مولد الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وصار هذه وسيلة الإمتحان. بعض من الناس ينكرون أصل ميلاد الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف البعض يقول أنه مات صغيرا البعض يقول أنه لا عاش سبعين سنة خمسة وسبعين سنة بعد ذلك مات وهو مختفي والبعض يقول كذا وكذا وكذا في هذا الامتحان سقط الكثيرون. ذكرنا فيما مضى أن الله سبحانه وتعالى أمر موسى بالمجيء إلى الطور ثلاثين يوما، ثم أتمها بعشرة أيام، عشرة أيام زيادة. ارتد بنو إسرائيل إلا القليل جدا منهم، وصنعوا عجلا وعبدوا العجل. والذي اظلهم منه السامري دائما امثال السامري موجودون فعند ذلك يرتاب المبطلون لكن الحجه واضحه يعني اذا واحد استعمل عقله يصل الى الحقيقه اما اذا ما استعمل عقله لا يصل الى الحقيقه الان الكثير ينكرون وجود الله الملاحده لماذا؟ لأنهم لا يستعملون عقولهم. الكثير ينكر نبوة رسول الله محمد صلى الله عليه واله، لماذا؟ لأنه لا يستعمل عقله. وهكذا بالنسبة إلى الإمام المهدي الدلائل واضحة. سواء دلائل عقلية أو نقلية. وقد ذكرناها فيما مضى. لكن اللي ما يستعمل عقله يقع في هذه المشكلة. زين فهناك فتنة يرتاب المبطلون زرارة كان فقيها يقول هسه إذا أني أدركت ذلك الزمان يمكن أني هم أسقط في الامتحان فماذا أعمل لألا أسقط في الامتحان الإمام علم دعاء هذا الدعاء يتضمن معارف الأدعية التي هي ماثوره عن الام عليهم الصلاه والسلام ليست مجرد دعاء هي دعاء وتتضمن تعاليم معارف في العقيده في العمل في الاخلاق في الامور التي تربي الانسان يعني الدعاء مربي انت تقول يا الله هذا دعاء وهو مخ العبادة لكن تقول أحيانا يا الله علمني إن الله يعلمك يبين لك الطريق تروح تتعلم يا الله فقهني يا الله وفقني للالتزام بالواجبات يا الله وفقني لترك المحرمات دعاء يتضمن تعاليم هذا الدعاء هكذا، اللهم عرفني نفسك. اللهم يعني يا الله، الميم في اللهم بدل من يا، لذلك لا تجتمع يا مع اللهم، لا يقال يا اللهم. اللهم يعني يا الله، عرفني نفسك، هذا في تربية. أنت فقط تعتقد بالله. هذا لا يكفي، لازم تعرف من هو الله سبحانه وتعالى بالمقدار الذي يجب عليك معرفته. أن تعرف أن الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، أن الله ليس بجسم، أن الله عالم، أن الله قادر، أن الله حي. وهكذا يعني الأمور التي توجب معرفه الله سبحانه وتعالى طبعا هي المعرفه درجات اقل المعرفه المقدار الواجب وكلما ازدادت المعرفه هذا فضل اللهم عرفني نفسك فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك لماذا لان الذي ينكر وجود الله سبحانه وتعالى وهذا طبعا لا يعترف بوجود انبياء الله كذلك الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى حق المعرفه يزعم بان الله يرتكب القبائح والعياذ بالله زين تقول له بانه الله سبحانه وتعالى من لطفه يرسل الرسل لانه اذا لم يرسل الرسل الخلق يكون عبثا والله سبحانه وتعالى منزه عن العبث هذا الذي لا يعتقد بكمال الله سبحانه وتعالى ويعتقد بانه والعياذ بالله يرتكب القبائح زين يقول الله سبحانه وتعالى يبعث يعمل عبثا يعتقد بذلك اذا اعتقد بذلك زين يقول انه خلق الدنيا عبثا ما عنده مشكله فلذا لم يرسل الانبياء الذي لا يعرف الله سبحانه وتعالى بصفاته هذا قد يؤدي به الامر ان ينسب القباح الى الله ومنها انه خلق الخلق عبثا فلذا لا يحتاج الخلق الى ارسال رسل خلي يعبث هذا ناشئ عن الجهل وعدم المعرفة. وأيضا اكو بعض الناس يعتقدون بالله، ويعتقدون بأنه أرسل الرسل، لكن لأنهم لا يعرفون الله سبحانه وتعالى، لذلك لا يعرفون الرسل حق المعرفة. أنت تشوف اكو ناس يعتقدون بموسى، يعتقدون بعيسى عليهما السلام، يعتقدون برسول الله محمد صلى الله عليه واله، لكن ينسبون النقائص إلى هؤلاء الأنبياء. وسبب نسبة النقائص لهؤلاء الأنبياء أنهم لم يعرفوا الله سبحانه وتعالى. المشكلة في الذين ينسبون النقائص إلى الأنبياء. في جذرها إلى عدم معرفتهم بالله سبحانه وتعالى. أنت تراجع التوراة تشوف الخرافات المنسوبة إلى الأنبياء. ويعتقدون بها لأنهم لا يعتقدون اعتقادا حقيقيا بالله. يعتقد أن الله يمكن أن يظلم. يعتقد والعياذ بالله بأن الله جاهل هكذا يعتقدون. ويعتقدون ويعتقدون، هذه العقائد الفاسدة بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى أدت بهم إلى عقائد فاسدة بالنسبة للأنبياء. الآن من المسلمين الذين ينسبون النقائص إلى رسول الله محمد صلى الله عليه وآله. سبب ذلك أن عقيدتهم بالله عقيدة فاسدة. أنت إذا اعتقدت بالله عقيدة صحيحة. وأن الله سبحانه وتعالى القادر المطلق، الحكيم المطلق، وأنه سبحانه وتعالى يصطفي الاصطفاء، يجتبي الاجتباء، يختار، وهو القادر على أن يختار الأفضل، إذا اعتقدت بهذه العقيدة تعلم بأن الله سبحانه وتعالى اختار وخلق الأفضل. هو بشر قل إنما أنا بشر مثلكم لكن بشر مصطفى بشر يوحى إليه بشر مجتبى والله سبحانه وتعالى هو الذي خلقه وهو الذي اصطفاه فخلقه بشرا لا نقص فيه. اذا اذا الانسان كانت عقيدته بالله عقيده سليمه عقيدته بالنبي هم تكون عقيده صحيحه اللي ينسب الى النبي الذنوب وينسب الى النبي الاخطاء وينسب الى النبي الظلم وينسب الى النبي كذا وكذا من الامور هذا السبب انه لم يعرف معنى الاصطفاء ولم يعرف صفات الله سبحانه وتعالى حق المعرفه وهذا كلام طويل ولكن بمقدار الاشاره في شرح هذا الدعاء. فانك ان لم تعرفني نفسك لم اعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك. فانك ان لم تعرفني رسولك لم اعرف حجتك، يعني الذي لا يعرف الرسول صلى الله عليه واله. زين الامامه الائمه اهم دليل فيها هو النص من رسول الله صلى الله عليه واله. "من كنت مولاه فعلي مولاه، انت مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. الائمة من بعدي اثنا عشر. هذه الاحاديث وامثالها وامثالها احاديث متواترة، اذا واحد ما يعرف الرسول صلى الله عليه واله ينسب الخطأ الى الرسول والعياذ بالله. ينكر كلام الرسول. ينسب الرسول إلى ما لا يليق، يرفض هذه الأحاديث، "فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك". "اللهم عرفني حجتك، فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني". الرسول ماذا يقول؟ "من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية". في نص آخر "من مات وليس في عنقه بيعة لإمام، مات ميتة جاهلية الميتة الجاهلية شنو هي ميتة كفر ونفاق الذي لا يعرف إمام زمانه ضال يموت ميتة جاهلية كميتة الكفار والمنافقين الان نذهب إلى المسلمين تسأل من إمامك أكثرهم لا يعرفون حسب هذا الحديث الذي رواه الفريقان هذا إذا مات ميت ميتة كفر ونفاق فإنك إن لم تعرفني حجتك ظللت عن ديني وللحديث تتم ترتبط بعلائم الظهور سنتركها في حلقة إلى حلقة قادمة هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين